القصص القرآني وشخصيات القرآنية مستمرين في تقديمها، والقرآن الكريم نزل في أشخاص كثيرين أو كثر ممكن ما يكونوش ذكروا اسما لكن الآية كانت تقصدهم. واحد من الشخصيات اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يكون قريب جدا من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لكنه لم يهتدي إلى الإسلام. مش هحرق أكتر من كده عشان فضيلة الشيخ أحمد الصباغ ما يزعلش. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ كل سنة حضرتك بخير يا فندم. كل سنة حضرتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء. وصلى على الحبيب قلبك يطيب ورمضان كريم. ولو انه بيخلص ان شاء الله خير، بس ربنا حي لا يموت. الله باق، رب رمضان باق. صحيح. النهاردة مع شخصية انا عايز ابدأ واقول له واقول للشخصية دي يا خسارة يا ميت خسارة يا مليون خسارة لما تبقى الفرصة من ايدك وانت قدمت كل ما عليك الا ان عارفة يا فندم اللي طبخ طبخة بالبلد بتاعنا وجي في الاخر حط فيها شوط تراب. هو الشخصيه اللي معانا ده بصراحه، وكان من اكتر الشخصيات اللي دفعت عن سيدنا النبي ودفعت عن الاسلام، ودخل معاه في شعب ابي طالب 3 سنين حصار، وكان ركز في دي بقى الاخ الشقيق الوحيد لوالد النبي. الاخ الشقيق يعني من الام والاب. وكان النصير الخارجي، ولولاه لأوزي النبي. وقبل ما نقول هو مين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الشخص اللي اتكلم عنه النهاردة، الجماعة اللي بيصطادوا في الماء العكرة جم قالوا للنبي هل نفعت فلان بشيء يا رسول الله؟ أو دافع عنك ونصرك وكنا نهابك عشان هو موجود، هل نفعته في شيء؟ قال نعم. قال إيه؟ نعم. قالوا إزاي؟ قال لقد استشفعت فيه ربي فقبل الله شفاعتي فجعله أهون الناس عذابا في النار، وفي رواية في ضحضاح من النار، وفي رواية على جمرة من نار تحت قدميه تغلي منها دماغه، ولولاي لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. مين ده اللي ربنا جبر في خاطر النبي بكلمة؟ القرآن طبطب على النبي في اللقطة دي يا فندم، لأن النبي كان يتمنى أن فضل للراجل ده تكة واحدة بس، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بس. بس فقط. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد طب قول لا إله إلا الله في حالة الوفاة يا عيني، لما حضرات الوفاة قالوا يا رسول الله إيه الحق ده بيموت. فسيدنا النبي حزن، وجي الرواية بتقول لك فذهب رسول الله إليه مسرعا متلهفا جارج. من اللي علم ان الرسول رايح له؟ راس الكفر والنفاق ابو جهل. ايوه، عدو الله وعدو الاسلام. جري. فسيدنا النبي وقف على راسه وابو جهل بجواره، وجي النبي قال له يا عماه قل لا اله الا الله احاج لك بها امام الله يوم القيامه. يا عماه انطق بكلمه التوحيد اشفع لك بها بين يدي الله. يا عماه لقد دافعت عني وأنصفتني ووقفت بجواري وأكرمتني. عايز يقول له ما فاضلش إلا أنت إيه اختم بس تؤمن بالله الواحد الأحد. عارفة يا فندم تصوري إن هو قال له أبيات شعر في اللقطة دي جميلة قوي. عارفة قال له إيه؟ قال له والله لن يصلوا إليك بجمعهم، لأن كل ما يجي يؤذوا النبي يخافوا من عمه ده. كل اللي يجي يقرب من النبي كان راجل زهيبة وراجل ليه مكان، عارف العمد بتوع زمان أهو ده بقى كان عمدة في المكان، كانش حد يقدر يبص للنبي. قال أنت عارفة؟ قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى، وده اللي بقوله عشان خسارة، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا خوفي من حزار مسبة لوجدتني به سمحا مبينا. ده كان فاضله إيه بينه وبين الإسلام إيه؟ خلاص تكة صغيرة. فسيدنا النبي لما قال له على دين عبد المطلب وقال له يا محمد والله لولا أن الناس يتحدث، كان قوي، لولا أن الناس يتحدثون عن عمك أنه قالها خوفا من الموت لأقررت بها عينك الآن يا محمد، ولكن أنت عايز الناس تتكلم عليا، أنا على دين عبد المطلب ثم فاضت الروح إلى الله
فسيدنا النبي حزن عليه حزن ما بعده ولا قبله. القرآن طبطب على النبي وقال له ما تزعلش. ونزلت الآية بقى اللي معانا النهاردة، إنك لا تهدي من أحببت. وده دليل قوي إن النبي كان حبيبه مين؟ عمه. رغم إن عمه ما كانش مسلم، ركزي، عمه ما كانش مسلم، بس النبي حبه. صحيح. بس وقف قدام النبي لما قدم للنبي الخير، ورغم إنه مش مسلم النبي إيه؟ أحبه. سبحان الله. فربنا قال له إنك لا تهدي من أحببت، ما تزعلش، ولكن الله يهدي من يشاء.